واجد عليك اصلا. اخذيها. ماسك عليها. حياك حياك اخر شيء طاقني قوتك. مسابوي حمود مسابوي. لا عافية ما كل العافية. ما في شيء حمود. ترى المعجون زين حق الجروح. انت متأكدة انه زين؟ اي. يمك لا تواخذني اسمح لي انا والله ما اقصد يمك. لا فعليك ولا همك ما كل العافية. حمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تصدقون أنا أول مرة أدري إن الواحد يقدر يشتري عشاء حق 10 أشخاص بثلاث دنانير. أنا عادل. أوه محمد. محمد جاي يزورنا. إي حياه الله حياه الله. يبا شنو جايب عشاء؟ كل خير كل خير يبا كل خير. جزاع يمك توك ماكل. ما عليهم جزاع شكله يعانون. آه محمد إيش فيك يبا؟ عمشي هفته بالتجوري مالها. أي تجوري؟ هي هذا التجوري كاهو. لا ما كل العافية ترى ما فيها شيء سالفة بسيطة. حمود حمود حمد هذا تجوري هم؟ ايه اوف شوف قطة قطة خوش تجوري. خوش فكرة والله يا جزاع. هذا ما في الا 200 فلس. تلبس جوتيك ولا علم امي عليك؟ المهم وانت فتانه اقول لك يلا البس. اقول ماني لابس حر خلاص. كيفك يلا اقعد البس 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 غصب غصب اي غصب يلا اعطيني جيب هذه. لا 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 اعطيني اياها هذه. ليش ليش؟ خليه هذا حب استعمال مدر. خليه استعمال مدر انت الثاني. انتوا ايش فيكم ايش فيكم؟ كل ما شفته ولد خالتي حذفتوه بشيء. هل ما شفته والله ما شفته. اي ما شفتيه. لا لا ترى هي ما تدري بعد مو مركبه كاميرا خلفيه. تضحكون انتم شو تقولون؟ على ما ادري عنكم ايش فيكم. لا لا ماكو شيء فعليك ماكو العافيه. ادليل كاني انا هني. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. ها جاهزين؟ يلا المره الجايه بس حفل على العدل سيده عشان يحوشني. زين يلا يلا عطني عطني عاني وبشر امك. شو اسوي؟ بشر امي قول لها تنيشن عدل. ان شاء الله بشر امي الحين ادق على الوالده بشر على طول. يلا سلام. كلمه حمود انت كل ما تجي هالبيت يصير شيء. شنو هالحب؟ ليش صاير بعد؟ صاير بدري حذفته من على الجزاء. شنو صاير زياده؟ صدقكم؟ ليش؟ ما تقصد ما تقصد بنيه. واي عاد بموت من العائله اللي بس يحذفون يرقعون بيبان والبنات يشخرون. كلهم؟ كلهم قطيعه. من التعب اكيد من التعب ترى مو بيدهم بعد يا حليله. اسم العوده البنيه هذه؟ بدري مسرع تسمى حذتك من عال. يا حليله شفت اليوم قاعد تلعب مع ولد الصغير قاعد تلعب معاه. يبا جزاء اخوها هذا مو متزوجه ايش فيك؟ اي بس ترى البنت مخطوبه. من منو؟ وين شكو؟ هذه مخطوبه هي منو؟ واحد ناطرته يطلع من السجن. مسجون ابو؟ اي حرامي سيارات. لا انت بس رابع صرتوا رابع من وراي. انا رافج هالاشكال سمعتها تكلم رفيجتها. من رفيجتها؟ انت شكو؟ زين بدريه شلون قاعد تماشي هالاشكال؟ هي بعد تصلح لها الاشكال. اي اشكال؟ وانت شكو؟ يعني اقصد ان هي تعجبها الاشكال ما اقصد شيء. ايش فيكم كليتوني؟ أهل البيت. وهذا أدى إلى ما نشير إليه عادة أهل البيت. أهل البيت. فالمرأة تمتلك قدرة فطرية على التقاط وفك شفرة الإشارات غير اللفظية وكذلك لرؤية التفاصيل الصغ. أنا آسف أنا طقيت الباب وتنحنحت ما شفت أحد رد علي عشان كذي دشيت. عموما أخذ راحتك أنا يا أخذ عمور شيخة وأمشي. بصراحة تأخر الوقت فما توقعت أن أحد بيجي. ولا أنا توقعت واحدة تغسل بغسالة تقرأ حتى أنشتاين ما نسوي هذي. خلاص عموماً اعتبريني نوبدي أنا راح أنطرهم برا. أي زين إيش دعوة بدرية؟ خلاص دامك وصلت حياك تفضل تفضل. أي من الأول يقول لي كذي. أي محمد محمد لا 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 تحاتي عادي كذي محمد 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 مو مترقع بهالبيت يا طايح يا مخلوع. ما راح اطلع من هنا من غير اصابات الظهر. تبينا نطروا لا لا لا
استانس على الضحكة أنا. لا يا محمد، ترى العيب ما هو فيك والله، العيب فينا حنا. يعني كل شيء مكسور عندنا، البيت مكسور والغسالة مكسورة وها من بعد السطل مكسور، شو نسوي بعد؟ فعلت بس يا بدرية، شو الحكي هذا اللي انت تشوفينه مكسور انا اشوفه حلو كامل. انت ما تدرين ايش كثر تعني لي من اول ما شفتك. الريوق جاهز، انت ايش حقه ما قعدتيني؟ ليش ما قعدتيني؟ شنو ما تدرين ان عندي شغل؟ اي دوام هذا بالله عليك؟ اي دوام؟ انت ايش فيك قاعد تصرخين علي؟ اقول لك عندي دوام ومو مقعدتني بالله، ايش وقت ما ابيك تداوم ابو فوزي، انت من صدقك يا اخي اول مره داومت عنده فلست. الحين صدقني بيقطك في السجن. انا متاكده احساسي ما يخيب. احساسك اصلا ما يهمني اصلا ولا معبر احساسك انا. أنا قايل من الأول إن أنت راعي مشاكل، وكل ما تدش البيت لازم تدمرنا. هذا الوحيد اللي ما طاح صح؟ عليك مشكور، يلا شوفكم على خير. لا لا ما كنا العافية. الله يحييك، أنا كنت جايبت وحدة بس طاح. شكرا. الله فقر، كل ما يدش بيتنا. حبيبي تريق تريق يمك. الله يسلمك إن شاء الله. حاضر. ما جبت ريوق هالمرة؟ جبت قهوة وطاحت. تبي بانكيك؟ إي والله زين. تعرف البانكيك أنت؟ لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو هذا؟ هذه معجنات وفطاير مع بعض. صج؟ اي عاد انا احب المعجنات. مبين تبتبه؟ نعم؟ اقصد انه يعني حتى انا احب المعجنات بعد، في احد ما يحب المعجنات؟ فانا قلت ابيكم معجنات عشان اضمن. اي مشكور ما قصرت. الله يسلمك، الله يسلمك. حياك حياك تفضل. حياني؟ اي حياك تفضل. ها؟ ليكون هالمينون خذ هالشيفة اللي ما يندرى، هذه مطلقة عندها عيال. هين هين صبر صبر يا بنت الناس، علامك انتي صبر والله لكسر راسك وراسها، بس خلي اصبر علي شوي. والله دشيتي داخل وصارت مشكلة ودقوا على المخفر، علامك انتي من الأول خلنا نعرف هذيلي منو. تعالي حمود يجي البيت ونعرف السالفة منه. هذيلي مو مهمين، المهم ولدنا. شفيك انتي؟ اي والله ما لنا خلق مغافر. حياك حياك محمد. الله يحييك. ها والله عاد كل الدور امان الا هالدار، كل ما ادش اطيح. كان دشيت وما طحت وما راح اطيح اكثر من كذي ترى. الحمد لله تمام. انا خلصت، راح انطرك في الصاله. تبين اوصلك؟ ليش ما انت رايحه معي؟ لا كل ما اروح معك اتاخر. كيفك؟ انا ناطر عمور. ناطرك من زمان، ايش فيك؟ لا تعصب. إذا محمد على الأقل اشرب الشاي عقب امشي. إيه والله يمك، ترى القهوة والشاي خمس دقايق ما تأخركم. اللي يقوله العم عمشي بعد. بس بطاير وين حطها؟ حطها حطها مع الطاولة.